سلام عليكم. أنا بنصحكم وبنصح نفسي ومش هاخد من وقتكم كتير. اوعوا تدوا اهتمام لكلام الناس والحوارات الكتيرة اللي بتحصل، ومين قال ايه ومين عاد ايه. الكلام ده كله مش في مصلحتكم والله. اسألوني واسألوا جرب. أنا مش هبقى متشائمة وأقول لكم زي عم ضياء كله رايح كله رايح، لأن فعلا كله رايح. في الآخر الإنسان بيبقى حتة رمة ولا ليه أي لازمة، مش هيفرق معاه غير أعماله الكويسة. سيب اللي ياكله في لحم الناس واللي ياكله في لحمك ياكله. اقتصر عنهم، أنا مش بقولك كمل معاملة حلوة معاهم، تجنبهم كأنهم مش موجودين في الحياة. ولا تقعد تزعل نفسك لحظة وتشيل وتغربل الهم، لأن ده هيأثر عليك وعلى صحتك وعلى كل حاجة بطريقة سلبية. ارمي الكلام السلبي في الزبالة، حطه تحت رجلك. اوعى تزعل نفسك وما تديش لأي موضوع مضايقك ثانية إلا ثانية. ما تديلوش أي حجم خالص، ربنا هيفرجها طول ما انت نيتك نظيفة وصافية. عامل الناس الكويسين المعاملة اللي يستحقوها، الناس السيئة اجتنبهم، ابعد عنهم خالص، ما تحطهمش في حيز نظرك ولا في حيز حياتك. اسمع مني، اوعى تزعل نفسك وتضيع وقتك في كلام ومطارات. اوعى تزعل نفسك، كل ده هراء، كل ده هراء. حتى بالانجليزي بيقولوا عليه nonsense nonsense.